بتأمني في الحسد؟ طبعا مؤمنة بيه جدا، طبعا. خافي منه؟ بصي يعني طالما بنعمل حاجات معينة إن شاء الله مفيش حاجة، مفيش حد يقدر يضر حد أبدا غير بإذن ربنا. ولو الناس بتحاول تبقى فيه عندها شوية عادات الصبح وبالليل أو الصبح وأول الليل بتعملها، إن شاء الله مفيش حاجة. حسدتي قبل كده؟ مفيش بني آدم ما اتحسدش. مين حسدك؟ معرفش. مفيش موقف حصل لك معين بعينه مش فاكراه وقلتي فاكرة. لا انا كده محسوده لا لا او انا كده اتحسدت؟ ايه اللي انت بتعمليه عشان تأمني نفسك من الحسد وتحصني نفسك؟ انا ما بحبش بس اتكلم في الحاجات دي، بحس الناس هتتريق عليا شويه لا بس. محدش هيتريق عليك، قولي. يعني الاذكار، لو في ناس بتقول الاذكار الصبح وبالليل. اللي هي ايه الاذكار اللي بتقوليها؟ الاذكار ايه؟ الاذكار آية الكرسي، خواتيم البقره، المعوذتين، سوره الاخلاص، والاذكار اللي كل الناس عارفاها بقى على مدار اليوم بتتقال. يعني وما اي بتعملي حاجه. الروتين ده بترتاحي نفسيا؟ الحمد لله. جدا. بتصلي؟ الحمد لله. بتكلمي ربنا؟ الحمد لله. بتقولي له ايه؟ والله بقى بصي هقول لك، يعني دايما بحس انه لو الواحد كلم ربنا باسلوبه احسن كتير من ان هو يقرا كلام مش فاهم قوي، بس هو ده بيبقى الكلام اللي بيتقري من كتاب او من ادعيه بنشوفها او كده. بحس انه احسن ان احنا نقرب لربنا بلغتنا، بطريقتنا، بطريقه الخشوع بتاعتنا، احسن كتير من انك انت تبقي ممكن تبقي بتقري دعاء حلو قوي 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 بس انت مش فاهمه كلام كتير فيه. مش ده مش دي مش دي مش دي الحاله اللي المفروض تبقي محطوطه فيها اما تبقي بتكلمي ربنا. يعني كلمتيه قلتي له ايه قبل كده؟ طلبتي منه ايه واتحقق؟ طلبت منه ايه قبل كده؟ كل اللي انا فيه دلوقتي. طلبتي ايه؟ قلتي له ايه؟ وان انا نفسي امثل، وان انا انجح، وان انا اعمل افلام تعيش، اعمل افلام مهمه، وان اهلي يبقوا فخورين بيا، وربنا يحفظ لي اهلي ويرحم اللي توفوا وكده. يعني دعيتي للكلام ده؟ الحمد لله. قلتي قبل كده ان انت بتتواصلي مع الاموات، وان انت اخوكي المتوفي والدك المتوفي بيجوا لك وبيتكلموا معاكي او بيحاولوا يتواصلوا معاكي باي شكل من الاشكال. لما نزلتي التصريحات دي الناس ممكن ما تفهمش كلام زي ده او ما تستوعبش كلام زي ده شويه، بس انا عايزه افهم انت كنت تقصدي بايه بالكلام ده؟ تقصدي ايه؟ ما هو انا بصي كمان هقول لك على حاجه، مش بحب اتكلم على الحاجات دي قوي غير الناس اللي بتتريق. دي حاجات سيبك من الناس بحسها. اللي بتتريق، انا ماليش دعوه بيها، انا بتكلم عنك انت دلوقتي. اوكي. في حاجه تخصك ودي اوكي مشاعرك انت اللي ما حدش له انه يتدخل فيها. اوكي ماشي. قولي لي انت ايه الروحانيات الجميله اللي انت بتحسي بيها في الحاله دي؟ ممكن تحسي بتواصل بشكل معين او ان رساله جات لك بشكل معين. مثلا ابقى مثلا بيتعرض لي فيلم وانا عارفه انه اخويا الله يرحمه مثلا كان بيحب قوي شغلي وبيشجعني جدا وفخور بيا جدا، ممكن احس ان هو مبسوط، ممكن احس ان هو فرحان، ممكن احس ان هو حواليا او شايف الفيلم، ممكن احلم بيه كده. يعني